صاحبي وحنا هذا المكان مركز الوطني لمرض السكر وغدة الصماء. ليلة البارحة الساعة 1:30 تقريبا تم فيه قاذف دخل لحجرة العناية وتول هذه حجرة العناية. طبعا هذه كانوا فيها المرضى في 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 الإيواء فوق ونزلناهم حفظا عليهم، ولكن لمدة 4-5 أيام طلعنا المرضى ورفعناهم للمستشفيات أخرى. والعناية توا المركز الوطني للغدة الصماء يناشد الوزارة أو جهات أخرى اللي تتبع للمركز الوطني للغدة الصماء بإعطاء مكان مناسب لتردد المرضى السكر، لأن مرضى السكر يتراوح عددهم فوق من 60,000 مريض سكر. نبوا عيادات خارجية ونبوا مركز إيواء لمرضى السكر وغدة الصماء، ونسأل رب العرش العظيم أن يحقن الدماء الليبيين. هذه حديثة حاوية.